المستشفى بقول له ابني فين؟ قاعدين هي بص البحر. ليه؟ قلت له ابني مات دخلوا وزعوا الباب فتحهولي يعني اخش اشوف ابني. والدة الشاب المتوفي على إيد صديقه في بورسعيد بتحكي تفاصيل الساعة الأخيرة في حياته. إدته مصروف قبل ما ينزل من البيت وكان نازل زي أي يوم وما كانتش تعرف إنه هيرجع لها في الكفن. عيد ميلاده الشهر اللي جاي وما لحقش يفرح. كان بحاول في المدرسة وكان صدوا واحد وكان طلبوا له اسعاف. الأم حكت اللي حصل لابنها من خلال تصريحات لموقع بصراحة. الشاب اللي مات اسمه محمد مهران. والدته قالت ان عيد ميلاده الشهر اللي جاي وبدل ما تحتفل بيه سمعت خبر وفاته وكانت دي اكبر صدمة بالنسبة لها، وقالت انها ما كانتش تعرف ان ده اليوم الاخير اللي هتشوف فيه ابنها، وانها ادته مصروف قبل ما ينزل وسلمت عليه زي اي يوم، لكن ما كانتش تعرف انها بتودعه. ماسكه كده عيلتي كان يوم الخميس بالشكل الشكل بتاع الخميس هو بتاع الخميس كان على البحر شغال مع ابوه عندنا كافيتيريا على البحر طول الاسبوع ما بيروحش الا حد وثلاث بيروح ثلاث ايام شايفه ان هو كان قاصد قتله. ايوه الام قالت ان ابنها عمره ما اتخانق مع حد قبل كده، وانه كان بيشتغل في كافيتيريا على الشاطئ، وانه بيروح المدرسه يوم الاحد والثلاث من كل اسبوع علشان بيشتغل جنب الدراسه، وقالت ان ابنها عمره ما اتخانق ولا عمل حاجه غلط، وكمان كان بيشتغل علشان يصرف على نفسه ويساعد اسرته، وطلبت بحق ابنها. كم طعنه كده؟ كم طعنه؟ يعني النهارده مش هروح على الثلاث. القصه بدات لما محمد راح المدرسه عادي واتفاجئ باعتداء زميله عليه وضربه بالسلاح. اللي حواليه حاولوا ينقلوه للمستشفى لكنه فارق الحياه بعد ما حصل له توقف في عضله القلب. الام حكت اللي حصل بالدموع وطلبت بحق ابنها اللي راح في غمضه عين. رحم الله طالب محمد عمر مهران والهم اسرته الصبر والسلوان. ادعوا له بالرحمه وادعوا لاهله بالصبر.